بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا تحذير، لو انت صديقي من الناس اللي هي بتتقمص وبتاخد على خاطرها من اي كلمتين نقد للعيبه او باتريس كالترون، فصديقي هذا المكان ليس لك. اذهب لاي حد هقولك ان باتريس كالترون قدم جيم تكتيك عظيم جدا، واللعيبه قدموا روح وحماس مميز جدا النهارده، وحميد احداد سجل بعد طول غياب. الحاجه اللي انا الوحيده اللي انا ممكن اقولها لك ان حميد احداد سجل فعلا بعد طول غياب، انما روح وعزيمه واداره كالترون وعبقريه الماتشات دي مش هتلاقيها عندي. ليه؟ انا باتريس كالترون مدير فني عنده مشاكل كتيره جدا في الدوريات. باتريس كالترون ممكن تلاقيه في بطولات مجمعه مدير فني جيد جدا، انما في الدوريات الراجل عنده مشكله كبيره جدا، وهو ان شخصيه الفريق بتبقى نوعا ما مش قويه، شخصيه الفريق بتكون مهزوزه. لما تلعب النهارده قدام انتاج حربي وتقرر ان انت تسيب الكره الانتاج الحربي اول ربع ساعه، بما ان الانتاج الحربي فريق بيهبط وهيكون عنده دوافع وعزيمه، لا احنا نسيب لهم الكوره ونلعب في ظهرهم بالمرتدات عندنا على الاطراف عبد الله جمعه والناحيه الثانيه بن شرقي واحمد سيد زيزو كده نازل في نص الملعب هو وفرجاني ساسي وتحتيهم طارق حامد وطبعا مهاجم وحيد حميد احداد. دي على الورق 4-1-4-1. جوه الملعب بقى مش فاهم اي حاجه بجد، ولا جوه الملعب بقى ما تبانش بقى 4-2-3-1 ولا 4-1-4-1. وحمزه المسلوسي لعيب مميز جدا في الكورسات، انما كسرعات كتغطيات عكسيه للباك لعيب عادي جدا، بس انا بقول لك هو بيعرف يشيل الكروس. طب لعيب بيعرف يشيل الكروس محتاج مهاجم طويل كده زي مروان مثلا. لا انت بتلعب حميد احداد اللي هو طب انا بلعب حمزه المسلوسي ليه؟ طب الناحيه الثانيه بلعب عبد الشافي ليه؟ عبد الشافي لسه راجع من الاصابه، المهم كنا عايزين عبد الشافي يرجع. طيب تمام، متفق معاك على الثنائيه العظيمه جدا بتاعت الونش ومحمد عبد الغني. طب ليه مش محمد عواد هو اللي بدا؟ فهمني. طيب انت بديت الدور بعد بجباسكي، جباسكي قدم اداء نعم ما كان مقبول، مره واحده بعد مباراه الاسماعيلي نطرته وحطيت جنش وقلت ان جنش هو هيكون راجل المرحله. جنش بعد مباراه الاهلي كان سيء، فمفترض انك تعمل ايه؟ الاول والتاني خدوا فرصتهم، ترجع للتالت اللي انت مفترض ان حارس كبير زي محمد عواد، لا انت رجعت للدور من البدايه لجباسكي. طب جباسكي النهارده قدم مباراه جيده تقول ان اختياره كان موفق؟ والله الراجل كان سيء جدا، يعني الراجل بسم الله ما شاء الله. هو وعلي فتحي يستاهلوا مان اوف ذا ضحك، اللي هو علي فتحي في عز ما الزمالك ما بيحاول يدور على نفسه جوه الملعب كروس بيلعبه محمد عبد الشافي، تلاقي ان علي فتحي مشكورا الراجل بسم الله ما شاء الله بيعمل ضربه جزاء. ضربه جزاء الحكم برده ما شافهاش، رجع لنا الفار يلا عم امين عمر احسب ضربه جزاء، بيخش من شرقي يسجلها. المباراه مفترض تكون سهله جدا، بتلاعب فرقه مركز 18 اخر فرقه في الجدول، دخلت دخل فيها الهدف الاول، عندها اسوء خط دفاع في الدوري، عندك انت لعيبه مفترض ان هي عطشانه للتسجيل وعندها حماس ان هي تثبت للجمهور ان احنا والله ساندونا والله يقفوا في ظهرنا والله احنا هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نكسب الدوري. وشفنا كلامنا ما شفناش اي حاجه يا صديقي. ليه؟ علشان انت مش عارف هو في ايه اللي بيقدم من ناحيه باتريس كالترون. هل انت بتقدم روح وحماس وعزيمه واراده والقصه كلها قصه شحن لعيبه اطلاقا؟ طب انت بتقدم اداء تكتيكي جيد جدا جوه الملعب وفي الحاله الدفاعيه برضو اطلاقا، لان انت النهارده شفنا ان الزمالك كان ممكن يتعرض لاهداف، الهدف تسجل في مرمى برضو عن طريق غلطات من جباسكي. جباسكي اللي الكروس بيتلعب هو والاثنين ماسكين اللي قدامه ومحدش فيهم بيتكلم، وتلاقي ان الكره عدتهم هم الاثنين وجت للمهاجم بتاع الانتاج الحربي اللي بيحطها بطريقه سيئه. السبب فيها الامانه ان هي عملت بند في الارض والراجل حطها بطريقه سيئه، انما لو الكوره كانت جايه في الهواء وما عملتش بند في الارض كانت دخلت الجون، بس ده طبعا من حسن حظ لعيبه الزمالك ومن حسن حظ جباسكي، لان الكوره دي لو كانت اتسجلت كان اعتقد الموضوع هيبقى صعب جدا، لكن وقتها 1-0. وكابتن علي فتحي بيكمل المباراه العظيمه جدا اللي هو بيعملها، والكروس بيترفع، الراجل بيقرر ان هو يسند لحارس مرمى احمد يحيى، بيقدر حميد احداد يقطعها ويسجلها الهدف الثاني علشان خاطر الزمالك. يقول لك ان الشوط الاول عملناه سيء بس سجلنا هدفين. طب يا جماعه الشوط الثاني بقى لا مؤاخذه بس اتعبوا معانا وقدموا لنا كوره حلوه الشوط الثاني. الشوط الثاني بيبدا اول 5 دقائق طرد لمحمد عبد الغني. طرد مستحق مش مستحق؟ انا مش احمد الشناوي وجاي اكلمك على تحكيم. الراجل بعد ما اتطرد شفنا ان الزمالك تراجع بطريقه مقرفه، اللي هو يا باشا انت لو بتلعب 9 قدام الفرقه بتاع الانتاج الحربي النهارده مش هيسجلوا اساسا، فبتتراجع ليه؟ انت مفترض ان انت عايز تكسب اداء، عايز تكسب سكور عشان تريح الجمهور اللي زعلان وقرفان من اللي حصل ماتش الاهلي ده. مكملين بنفس الوضع، هنرجع ندافع، هنطلع فرجاني، هنطلع عبد الله جمعه، حمزه المسلوسي بعد الطرد بنغيره علشان خاطر ننزل محمد عبد السلام. محمد عبد السلام اللي اول ما بينزل بتلاقيه بيرجع الكره لجباسكي، جباسكي بيشوطها للفرود. يا جماعه حد يجي يسجل هدف يا جماعه، انا وعلي فتحي بنتنافس على مين اللي هيضحك الجمهور اكتر النهارده. ولعيبه الانتاج بتفشل ان هي تسجل الاسيستات بتاع جباسكي علشان خاطر المباراه
تقعد تسال نفسك، هو الزمالك عنده سداد يفضل يدافع كده كتير والانتاج ده هيجيب جون امتى؟ لا صديق الانتاج ما كانش هيجيب اجوان، الجماعه واضحين مع نفسهم احنا ما بنجيبش اجوان. طبعا الناس كلها تقعد تسيب المباراه والعك الكتير اللي حصل النهارده وتتكلم على اللقطه العظيمه بتاعت محمد طلعت وهو بيشتم واحد من الجهاز الفني بتاع نادي الزمالك. طب هو انتوا ما بتقدمولناش متعه جوه الملعب مع انها مفترض مباراه كره قدم وطالعين بس بره الملعب تقعدوا تخبطوا في بعض؟ يا جماعه ما تبطلوا ام الكره المقرفه اللي انتوا بتلعبوها في مصر دي. يعني فرق قمه بتقدم اداء سيء، فرق قاع بسم الله ما شاء الله، الانتاج الحربي برغم مستواه ده والسكواد الحالي ممكن تلاقي ان هو موجود في الدوري علشان خاطر دجله لعب 19 ماتش خد 18 نقطه والانتاج عنده 12 نقطه برغم ان هو مركز اخير والاسماعيلي قدامه وفي مقاولين عرب وفي بنك اهلي. لا يا باشا احنا عندنا في الدوري المصري دوري الضحك كله، في حته ان انت تضحك على الغلطات اللي عملها علي فتحي وجباسكي النهارده، لا احنا بقى عندنا في المخمطه دي كتير جدا. كلام محبط ليك صح؟ بقى اعمل لك ايه؟ ده اللي اتقدم النهارده في الماتش. يعني اطلع اقول لك ان الزمالك عمل جيم عظيم؟ ابقى كداب يابا. انا ما بحبش ان انا اكذب عليك، انا بحب ان انا اكون صريح معاك. الصراحه ما بتجيبش المشاهدين ولا بتجيب لايكات ولا بتجيب مشتركين، بس لو خسرنا قناعتنا وخسرنا ضميرنا علشان خاطر نقول لك اللي انت عايزه، ما تستبقى لنا يا عزيزي.